بسم الله الرحمن الرحيم، يا صباح الخير على حضراتكم. الاثنين 3 يناير 2022، يا اهلا وسهلا بحضراتكم. بيتجدد لقائنا بيكم في تمام 8 صباحا في حلقه جديده من هذا الصباح، برنامج حضراتكم الصباحي على شاشه اكسترا نيوز، اللي دايما بندعو الله سبحانه وتعالى انه يكون برنامج مفيد ويقدم الجديد ويقدم كل حاجه تهم حضراتكم. لانه لما بنتكلم في الموضوعات المهمه عموما، ولما بنركز قوي على الحاجات اللي تهمنا وتهم حياتنا وتهم الناس اللي حوالينا حتى، ده بيؤدي إلى المزيد من الراحة النفسية. والحديث عن الراحة النفسية هو حديث مهم جدا وشيق جدا وليه أبعاد كتيرة جدا هنتكلم عنها. لكن بصبح مرة تانية على حضراتكم جميعا، وبصبح على مصر كلها وكل المصريين وكل اللي بيتابعونا، وبصبح طبعا على كل زملائي في هذا الصباح وعلى زميلي همام. يا صباح الفل يا همام. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير عليكم مشاهدي ومتابعي هذا الصباح الأكسترا نيوز في مصر وكل دول العالم. النهاردة حلقة منتصف الأسبوع، حلقة يوم الاثنين، عندنا العديد من الفقرات المختلفة والمتنوعة، وأيضا الفقرات الرياضية، وعندنا هنسترجع عدد من الذكريات المتعلقة بالمواليد والوفيات في مثل هذا اليوم. امبارح كنا اتكلمنا مع حضراتكم ان عندنا فقرة متعلقة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يمكن الوقت امبارح ما اسعفناش ان احنا نتكلم عن هذا الموضوع. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع معرض القاهرة الدولي للكتاب، الفعالية الاكثر اهمية ربما على مدار العام في مصر، ويعني لا ازايد ان قلت في الوطن العربي حتى. لكن في البداية خلينا نبدا هذه الحلقة بفقرة نقاشية منا وانا مع حضراتكم. مع بداية كل عام، مع بداية كل سنة جديدة، دايما احنا بنطمح لتحقيق اهداف معينة. معظم هذه الاهداف بتكون اهداف مادية، اهداف متعلقة بالشغل، اهداف متعلقة بالاسرة، اهداف متعلقة بالحالة المادية ومستوى المعيشة. لكن كتير مننا بنهمش وبننسى الحالة النفسية بتاعت الشخص، الحالة النفسية بتاعتك، بتاعت حضرتك. موضوع الحالة النفسية انا اظن ان هو موضوع حاكم في كثير من مناحي الحياة، شتى مناحي الحياة، سواء في الشغل أو في الأسرة أو بينك وبين نفسك أو حتى الدوائر الاجتماعية اللي أنت عايش فيها. إزاي نقدر نخلي الحالة النفسية بتاعتنا كويسة وصحيحة وسليمة وصحية؟ بالتأكيد ما ينفعش احنا نسيب حالتنا النفسية أو نفسيتنا حسب ما الظروف توديها، زي أو في وسط البحر كده، شوية نطلع لفوق وشوية ننزل لتحت، أو الموج يودينا زي ما هو عاوز. لكن أنا أظن أن الموضوع مش مجرد ظن، لكن ده بشكل علمي الموضوع ليه تدريب معين، ليه ممارسة معينة، ليه طريقة نظرة إلى الموضوعات، إلى المشاكل، إلى القضايا بتاعتك، علشان حالتك النفسية تكون حالة صحية، حالة سليمة. ومن هذا المنطلق، من الحالة النفسية بتاعتك المفترض أنها تكون سليمة، تقدر تتعايش، تقدر تتأقلم، تقدر تتفاعل، تقدر تتعاطى مع المجتمع اللي حواليك. خلينا نسأل بس منا في البداية، إزاي منا وإحنا في بداية العام جديد نقدر نخلي الحالة النفسية بتاعتنا حالة نفسية صحية وسليمة؟ شكرا ليك يا همام على هذا اللقاء، وبشكر حضرتك على استضافتي في هذا الصباح. لوهله كده حسيت ان انا ضيفه، مش وانا همام هيجري معايا هذا الحوار. ايوه خلونا نسال منه. أيوة. بص يا همام، انت قلت حاجات طبعا مهمه جدا، واغلبها اغلب اللي انت قلته كلام علمي، مش كلام فعلا زي ما انت قلت، مش كلام من وجهات نظر ناس مختلفه، هو كلام علمي. لانه ما اكثر الدراسات والابحاث اللي اتكلمت عن موضوع الراحه النفسيه، ايا كانت مسميات ايه، راحه نفسيه، السلام النفسي، هو حتى بالإنجليزي بيتقال peace of mind، peace من السلام، راحة العقل والبال والتفكير وما إلى ذلك. طبعا هو زيه موضوع السلام النفسي ده أو الراحة النفسية، زيها زي حاجات كتيرة جدا في حياتنا بترجع للشخصية، بترجع لأفكارك، تربيتك، نشأتك، الظروف الاجتماعية اللي حواليك، الظروف المادية طبعا، وحاجات كتيرة جدا. بس في كل الأحوال مهم قوي إنه وده مش بس ليه علاقة بإن إحنا في أول سنة جديدة فلينا طموحات متعلقة بالسنة الجديدة، لا، ده هنعمله في أي وقت، إنه أقعد مع نفسي وأشوف يا همام إيه اللي ممكن يسبب ليا الراحة النفسية والسلام النفسي. في ناس لما تسألهم السؤال ده، إحنا بنتكلم أعتقد النهاردة تحديدا على موضوع العمل، صح؟ السلام النفسي والراحة النفسية في العمل. ممكن إن شاء الله في حلقات تانية لما نتكلم على السلام النفسي عموما أو مع الحياة الشخصية أو كده. في العمل أو في ظروف العمل مفيش حاجة في الدنيا اسمها شغل سهل، يعني يمكن زمان معرفش، بس يعني في السنوات الأخيرة الماضية مع صراعات الحياة المختلفة ومع ضغوط الحياة المختلفة،
حقيقي اي مجال شغل ممكن تتخيله هتلاقي فيه ضغط ومنافسه. وامبارح كنا بنتكلم على الفرق بين الغيره والمنافسه، هتلاقي ده وهتلاقي ده، هتلاقي اللي بينافسك عادي وهتلاقي بشكل ايجابي، وهتلاقي اللي غيران منك وبيحاول ربما حتى يدبر لك مكائد. كل الحاجات دي هنلاقيها موجوده في حياتنا. هي الفكره دايما اتعامل ازاي مع المواقف، اتعامل ازاي واوصل للراحه النفسيه ليا بحيث انه ما خليش الضغوط دي تتعبني وتأثر عليا وتمرضني في كثير من الأحيان. على فكرة جزء كبير جدا من الأمراض العضوية اللي بقت في العالم كله دلوقتي نفسية. القولون والمعدة العصبية والأعصاب والتهابات المفاصل جزء كبير جدا منها دلوقتي بقى ليه علاقة بالنواحي النفسية. فالوصول إلى السلام النفسي وفكرة إزاي أتعامل مع الحاجات اللي حواليا دي نقطة محورية. ردا على سؤالك بمنتهى الوضوح، إزاي ممكن نوصل لده؟ بأشكال كثيرة جدا بعتقد، والله أدرى وأعلم يا همام، دي وجهة نظري متواضعة جدا جدا، في الشغل لما توصل ليقين مهم جدا، بس يقين مش اللي هو إيه أو لأ، إنه وفي السماء رزقكم وما توعدون. الرزق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، يعني كل يوم وانا رايح الشغل كده عندي مشاكل وضغوط وناس حواليا مضايقاني و و و واي بقى حاجه، طول ما انا في بالي ومقتنعه انه الرزق في النهايه العمل ده رزق، صحيح. الرزق ده هو فقط بيد الله سبحانه وتعالى، انا هوصل للسلام النفسي. بمعنى بسيط كمان، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيسخر الاسباب اللي حوالينا، انه حد يمشي فانا اخذت الشغلانه دي، انه في حد اقتنع بيا وبكفاءتي وبموهبتي فرشحني او اداني دعم فانا بقيت في المكان ده، تمام جدا، بس في النهايه مش هو اللي رزقني، هو سبب ربنا سبحانه وتعالى سخره لي. فدايما لو اخذناها في المنظور ده، دي وجهه نظري يا همام، هنستريح قوي. خلينا نقول هو موازي للسلام النفسي الرضا. طبعا الرضا بالمكتوب والمقسوم، مع ان احنا ما نسلمش ان هو طالما انا راضي فانا استكن كده في المكان وما اطورش من نفسي ولا يكون عندي طموح. الرضا لا ينفي الطموح، والرضا لا يلغي الطموح، السلام النفسي لا يلغي المنافسه زي ما احنا كنا بنتكلم عليها امبارح. لكن اظن يا منى ايضا احنا حتى لو احنا بنتكلم على السلام النفسي والراحه النفسيه في العمل وان يكون حالتك النفسيه حاله صحيه، ده لا ينفصل عن الحاله النفسيه بتاعتك على مدار اليوم مش فقط في العمل. وانا ارى واظن ان المهم ان احنا نفصل بين الظروف الموجوده في الشغل وبين حياتك العاديه، يعني ما تخليش الظروف صحيه بتاثر بشكل ما، لكن ما تخليش تاثر بشكل كبير او بشكل واسع. لو عندك مشكله في الشغل ان انت تدخل البيت وتعمل مشكله او تدخل متنرفز او تدخل زعلان وتاثر على زوجتك او اولادك او على والدك ووالدتك او على اخواتك، فانا اظن ان موضوع الفصل بين الحاله النفسيه بتاعتك في الشغل زي ما قلت في البدايه صحيح مش هتبقى بشكل كامل، لكن بشكل ما لازم تحاول تفصل، لازم تحاول يكون في مناطق مختلفه للحاله النفسيه بتاعتك في الشغل غيرها في البيت غيرها مع اصحابك. وان كان من المهم ان يكون حالتك النفسيه على مدار اليوم بحكم ان الحاله النفسيه مش هتنفع تتجزأ، لكن بتحاول ان انت تخلي فيه خصوصيه لكل حاله لوحدها. الحاله النفسيه بشكل عام لازم تكون صحيه، وجهه نظري يا منى لازم تكون سليمه وسديده، ده من خلال عدد من، مش عايز اقول تمرينات ولا تدريبات، لكن من خلال انشطه ممكن تعملها على مدار اليوم. في بعض الناس الحاله النفسيه او بيوصل لحاله السلام النفسي من خلال العباده والصلاه وقراءه القران لو مسلم او الانجيل لو مسيحي وخلافه. في بعض الناس التمرينات الرياضيه بتحسن الحاله النفسيه عنده، في بعض الناس ممارسه الهوايات اللي هو بيحبها، الاستماع للمزيكا، اتفرج على فيلم. ففي النهايه كل شخص مننا، كل واحد مننا عارف ايه اللي هو بيسعده نفسيا بيحسن حالته المزاجيه والنفسيه، وبالتالي انا اظن ان هو مهم يصر على هذا النشاط او هذه الهوايه، وبالتالي ده هيأثر ايجابا على انشطته اليوميه الماديه او الشغل او مع الاسره او مع الاصدقاء وخلافه. زي ما كنا بنقول انه اي موضوع بيبقى ليه ابعاد كثيره جدا، واي موضوع نقاشي وجدلي بيبقى فيه وجهات نظر مختلفة، وبالتالي إذا كنا دلوقتي طرحنا على حضراتكم مجموعة من وجهات النظر، أكيد حبينا إن احنا نروح بكاميرا هذا الصباح، ننزل الشارع نسأل مجموعة من السادة المواطنين عن آرائهم في الراحة النفسية في العمل وكيفية الوصول لها. تعالوا نسمع مع بعض مجموعة الآراء اللي سمعناها من المواطنين في الشارع في هذا التقرير. هناك ثلاثة أمور تجعلني أشعر بالراحة النفسية. أولا النوم، لأن النوم أصبح عزيزا على نفسي. ثانيا حينما ينجح أبنائي وتفوقون فأشعر أن ما أنفقته عليهم من دروس خصوصية مرهقة قد أتت ثمارها. الأمر الثالث
حينما يكف أبنائي أيديهم عني فهم ينفقون كثيرا كثيرا كثيرا. لما باكل شوكولاتة أو لما بعمل شوبينج أنا أساعد الناس يعني أو أي حد محتاج حاجة يعني. أنا أصلا من هواة العمل الخيري فأكتر حاجة بتريحني العمل الخيري. والله بالنسبة للشباب كلها إحنا بنلعب كورة يعني، هي دي نحجز ساعتين كورة بننزل نلعبهم، هم دي أكتر حاجة بنطلع فيها الطاقة يعني عموما. بس بجزاء طبعا ممكن أسمع موسيقى هادية، اقرا كتب. بس انا بحب قوي اتفرج على الافلام والمسلسلات وكده، فدي حاجه بتبسطني قوي ودايما بحس ان انا مبسوطه وانا بتفرج على الافلام. اكتر حاجه النوم والاكل. تحيه تقدير للمواطن، اول مواطن تحدث، استخدم لغه عربيه صحيحه وفصيحه، وافتقدنا اللغه العربيه في الشارع. اظن اذا كان هو مش مدرس لغه عربيه فيعني هو مهتم ومحب للغة العربية. أنا بشكل شخصي يعني أحب متحدثي اللغة العربية لا سيما من غير المتخصصين. وتحية خاصة جدا جدا إلى المواطنة الجميلة اللي قالت أكتر حاجتين بيسببوا لي الراحة النفسية النوم والأكل. والله أنت بتقولي درر يعني، برافو عليك. النوم والأكل أصل يعني أكبر متعتين يعني، عشان كده لما الواحد بيتضغط جدا في الوقت وبينام قليل، أو لما بتكون مضطر تعمل دايت فبتمنع وتحرم من المأكولات اللذيذة وملذة وطاب، ده في أحوال كتيرة طبعا يعني ما بيسببش راحة نفسية قوي. في كل الأحوال النظر دائما إلى الأمور المحيطة بنا وإلى الدنيا هي دائما نظرات مختلفة تختلف باختلاف الأشخاص وزي ما قلنا والظروف المحيطة والبيئة المحيطة، لكن يبقى في النهاية أن احنا طول الوقت قاعدتنا في الحياة عموما أن احنا نجتهد نسعى ونعمل كل اللي نقدر عليه باجتهاد وبعمل وبإخلاص، ثم نترك كل ما تبقى إلى الله سبحانه وتعالى، فهو وحده من إذا قال للشيء كن فيكون. تعالوا نروح دلوقتي نسمع مع بعض برضو رأي سمر قبل ما نسمع النشرة الجوية. صباح الفل يا سمر. صباح الخير عليك وصباح الخير يا منى. إيه اللي بيعدل المزاج؟ إيه اللي بيخلي حالتك النفسية كويسة مبسوطة غير ان انت تبقي معانا في هذا الصباح؟ طبعا رقم واحد طبعا ان انا يعني اشوفكم الصبح وابدا يومي بيكم. انا بس لاحظت انه انتوا بتتكلموا والتقرير كمان متفق ان احنا لازم نعمل حاجه عشان نبقى في مود كويس. احنا احيانا لا شيء بيخلينا في مود كويس جدا يعني الراحة. اي طقس بيفصل الدماغ، تشرب مثلا يعني فنجان القهوه بتاعك وانت مفيش حد بيكلمك. في ناس تحب كده تبدا يومها مثلا من غير كلام كتير، يرجعوا من الشغل ما يتكلموش. اهالينا مثلا في السواحل الشماليه يقعدوا على البحر بس سكوت. يعني اي طقس حتى مش لازم في مجهود، مش لازم نعمل حاجه، نقرا نتريض نعمل حاجه. ممكن صحيح. حتى الصمت ده بيعدل الحاله النفسيه صحيح. وبيخلينا نشحن طاقه. بس بص برضو بتقول لك اهالينا في السواحل الشماليه نشره يعني طقس واخبار وجو وكله. برافو عليكي برافو عليكي. الجو لسه برد النهارده، برد وشبوره خطير خطير. معاكي كل التفاصيل يا سمر اتفضلي. اوكي، والان الى ننتقل مشاهدينا الى خدماتنا اليوميه وحاله الطقس، حيث تتوقع هيئه الارصاد استمرار الانخفاض في درجات الحراره على كافه انحاء الجمهوريه، مع وجود فرص لسقوط الامطار ونشاط للرياح على السواحل الغربيه وجنوب سيناء على فترات متقطعه. وقالت هيئه الارصاد الجويه ان الطقس الاثنين معتدل الحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كذلك يكون شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، مع شبورة مائية كثيفة في الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرية على فترات متقطعة، وكذلك أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد للقاهرة على فترات متقطعة. وللتعرف أكثر على درجات الحرارة لليوم، فدرجة الحرارة في القاهرة الصغرى 10 والعظمى 19، درجة الحرارة في الأسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19، في مطروح الصغرى 13 والعظمى 18، أما في بورسعيد فالعظمى أو الصغرى 12 والعظمى 19. بالانتقال إلى شرم الشيخ فنجد أن درجة الحرارة الصغرى 15 والعظمى 22، في الغردقة الصغرى 15 والعظمى 22، في الأقصر الصغرى 10 درجات والعظمى 19 درجة، أما عن أسوان فالصغرى 11 درجة والعظمى 22. للتعرف أكثر على حالة الطقس لليوم وغدا، يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتور منار، وعرفينا أكثر على حالة الجو النهاردة وماذا عن فرص سقوط الأمطار.
صباح الخير على حضرتك أستاذة سمر، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. احنا اليوم بنشهد تحسن في الأحوال الجوية، كميات وفرص الأمطار بتقل بشكل كبير جدا عن اللي احنا شاهدناه خلال الأربع الأيام الماضية وحالة عدم الاستقرار. اليوم لسه في فرص لسقوط الأمطار، هتكون خفيفة إلى متوسطة على كل المناطق المطلة على البحر المتوسط، السواحل الشمالية للبلاد وأيضا بعض المناطق من شمال الدلتا. أيضا كمان لسه اليوم في فرص على أمطار على بعض المناطق من جنوب الدلتا، قد تمتد الأمطار على جنوب الدلتا إلى القاهرة الكبرى، لكنها أمطار خفيفة، نسبة الحدوث لا تتجاوز 20%، حتى لو حصلت مش هتأثر على أعمال الأنشطة اليومية. أيضا اليوم تكونت شبورة مائية كثيفة وصلت لحد الصواب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأدت لإغلاق بعض الطرق. طريق بنها الحر أغلق بسبب وجود الشبورة المائية. طبعا الشبورة المائية دي بتبدأ في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس، يعني إن شاء الله تعب كتير والرؤية هتتحسن على الطرق. أيضا كمان اليوم وطبعا مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس والاستقرار اللي احنا هنبدأ نشهده في الأحوال الجوية، طقس اليوم بيكون طقس شتوي معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري وأيضا محافظات طبعا شمال الصعيد، بيظل مائل للدفء على محافظات جنوب الصعيد. طبعا خلال ساعات النهار، خلال ساعات الليل طبعا درجات الحرارة فيها انخفاض ملحوظ والطقس بيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية اللي بيوصل لحد الصقيع، يعني درجة الحرارة الصغرى بتقل عن 5 درجات في وسط سيناء. طبعا فرص الأمطار هتتلاشى تماما من غدا، ونبدأ نشهد استقرار تام في الأحوال الجوية بانعدام فرص سقوط الأمطار، وهتكون الظاهرة المؤثرة من غدا إلى نهاية هذا الأسبوع هي الشبورة المائية. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على كل هذه المعلومات. والآن مشاهدينا عودة لاستكمال فقرات برنامج هذا الصباح مع زميلي منا وهمام. شكرا لك يا سمر. دلوقتي مشاهدينا نروح نشوف معايد قطارات من وإلى الوجه الإبلي والبحري. الأسبوع الماضي في هذا الصباح كان عندنا فقرة مهمة جدا عن الآثار المصرية واكتشافات من الحضارة المصرية والفرعونية وقدماء المصريين كانوا عايشين إزاي. وبالمناسبة النهاردة إن شاء الله هنستكمل هذا الحوار وهنقول فيه حاجات كتيرة جدا مهمة قوي، أعتقد إنه جزء كبير مننا ما يعرفهاش عن هذه الحضارة. من ضمن الحاجات اللي كنا كلمنا فيها انه في حاجات النهارده ما كناش متوقعين انها بيعود عهدها او بيعود تاريخها الى قدماء المصريين والفراعنه، زي الدونتس وزي الكانيلوني اللي بناكله، كل ده كنا فاكرينها حاجات مستورده. من ضمن الحاجات كمان اللي ممكن كتير ما يعرفوش ان هي اصلا كانت موجوده عند قدماء المصريين هي فن الملاكمه. فكننا متخيلين أنه البوكسينج أو الملاكمة سواء بوكسينج أو كيك بوكسينج أن دي يعني فنون رياضية العالم الغربي بره هو اللي عملها. الحقيقة أنه لا، وأنه أصولها بترجع إلى قدماء المصريين. الكابتن مصطفى ممدوح مدرب الفنون القتالية هيورينا في التقرير التالي دي أولاً هيدينا بعض المعلومات عن الملاكمة وأصولها إيه، وتاني حاجة هيدينا برضو بعض التمرينات هيوريها لنا اللي بتساعدنا ان احنا نبدأ واحدة واحدة كده نتعلم اصول الملاكمة ونفهم اكتر في هذا الفن القتالي الهام جدا في التقرير التالي.
اهلا بيكم. النهارده هنبدا نتعلم مع بعض رياضه الفن النبيل وهي رياضه الملاكمه. هي رياضه مصريه قديمه ترجع الى 1000 سنه قبل الميلاد، واكتشاف اول منحوته فرعونيه تدل على شخصين بيصارعوا بالايد، واللي بعد كده اكتشفوا حجر اثر بغداد بيدل على نفس الموضوع، واول شخصين شافوهم بقفازات كان في اليونان. هنبدا نشوف اللعبه دي عباره عن ايه وتفاصيلها وايه ابرز الحركات اللي احنا ممكن نستخدمها. عندنا اول حاجه هو الفوت وورك، فكره ان انا بقف رجلي قدام ورجلي ورا عشان ابدا اتحرك براحتي، ببدا اطلع قدام ورا. دايما وانا بتحرك وبطلع قدام ورا بحافظ على المسافات بتاعه رجلي مع بعض، ما ينفعش ان انا بتحرك والاقي رجلي الثانيه جايه جنبها، هيكون في وضع ضعف، فدايما بحافظ على مسافات. من فترة التانية بتطور من ان انا بكون بيجينر لحد بكون بروفيشنال، فلما بكون بروفيشنال كل الفكرة ان انا ببدأ ممكن اعمل سويتش برجلي، ممكن ابدأ اتحرك اغير اتجاهي، ده كله هيكون بيفرق معايا، بس في البداية لازم اتحرك البيزكس بتاعتها الاساسية. عندنا اول ضربات هي الجاب، الجاب بضربها بايدي لقدام، ببدأ اطلع من كتفي بشكل عامل كده. دايما ما بفردش ايدي لاخر خالص، بسيب فيها سنه ثانيه عشان ما اعملش مشكله لايدي، ودايما الضربات بتكون من كتفي. هنبدا نجربها مع بعض على الساند باج، ببدا اخرج. لو واقف برجلي قدام ببدا اخرج بالشكل ده. مع الوقت ايدي بتبقى اسرع. دايما بعد ما بضرب الجاب سواء واقف شمال او يمين حسب انا ايمن او ايسر، فببدا ان انا بخرج، بعد ما بضرب ضربتي برجع احمي وشه تاني. عندنا تاني ضربه هي الكروس، الكروس ما بتختلفش كتير عن الجاب، كل الفكره ان بخرج بوسطي اكتر فابدا اخرج بالشكل ده. اجين برضه بعد ما بضرب الضربه برجع احمي وشي. فلو هنضرب بدي كروس فببدا اخرج بوستي وايدي بتخرج معايا، برجع تاني. برضه من فتره الثانيه ايدي بتبقى اسرع اكتر فببدا اخرج وايدي بترجع. هنبدا نضرب مع بعض دلوقتي جاب كروس. اجين نبدا نجرب على الساند باك تاني. لو هنبدا نعكس عندنا تالت حركه هي الهوك، هوك دايما بتكون ضربه جانبيه، وسطي بيخرج معايا وجسمي بيلف معايا سواء شمال او يمين. هنبدأ نجربهم مع بعض، جاب كروس هوك، جاب كروس هوك، جاب كروس هوك. هنبدأ نشوفها على الساند باك تاني، جاب كروس هوك. لو بلعب الناحية التانية جاب كروس هوك، أجين جاب كروس هوك تاني. عندنا رابع حركة هي الأبر، والأبر دايما بستهدف بيها برضه الفك، ببدأ أجيبها من تحت سواء شمال أو يمين. بالظبط كده. هنبدأ نجرب مع بعض الأربع حركات تاني، جاب كروس هوك أبر، جاب كروس هوك أبر، جاب كروس هوك أبر. دايما الضربات دي زي ما قلنا بستهدف بيها الجزء بتاع الفك، لان بيبقى في حاجه اسمها الجهاز الدهليزي، ده مسؤول عن التركيز عند البني ادم، فاي خبطه فيه بتخلي الشخص اللي قدامي يبدا يفقد الوعي. دايما الضربات بتاعتي ممكن قلت استهدف الفك، وممكن استهدف البادي جسم اللي قدامي برضه، فممكن اضرب بالجاب في البادي، ممكن اضرب في الفك. نفس الفكره بالنسبه للهوك والابر والكروس، ده كله حسب ما انا عايز استهدف. مباريات المراكمه دايما عشان خاطر ان حد يفوز بيها بيبقى عنده أكتر من طريقة. أول حاجة من خلال إجماع الحكام بتحقيق أكبر عدد من النقاط خلال الخصم اللي قدامي.
تاني حاجة من خلال النوك أوت أو الضربة الفنية، وعندنا تالت حاجة هي الضربة الفنية القاضية. أتمنى نكون استفدنا النهاردة وشكرا. شكرا للكابتن مصطفى ممدوح على التمرينات الرياضية. بالأمس أو مساء أمس محمد صلاح كالعادة أحرز هدف رائع في تعادل ليفربول أمام تشيلسي في قمة الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبذلك يحافظ على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 21 أسبوع أو بعد بداية المرحلة الثانية والدور الثاني من الدوري الإنجليزي. موضوعات أخرى متعلقة محمد صلاح وليفربول وأيضا استعدادات المنتخب الوطني لكأس الأمم الأفريقية نروح نسمعها ونشوفها مع سمر الزهيري. سمر، شكرا لك همام. والآن مشاهدينا مع أخبار الرياضة. مباراة مجنونة ومثيرة. المنتخب الوطني تدريبه الأول بالتزامن مع انطلاق معسكره المغلق استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون، وأقيم المران بالملعب الرئيسي لاستاد القاهرة بمشاركة 19 لاعبا بالإضافة إلى عمرو السلية الذي أدى تدريبات علاجية. ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريباته اليوم الاثنين في 11 صباحا في استاد القاهرة. رفض البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تبرير أسباب استبعاد أكثر من لاعب في معسكر الفراعنة الحالي الذي تستعد من خلاله مصر لأمم إفريقيا المقبلة، مؤكدا أن قائمة المنتخب المختارة هي الأفضل. It is team selection and build up the strategic of the team and of course to produce and develop the team selection I need to select players to build one special player called team. I talk about the team. I don't talk particularly about players A, B, C, or D. المدرب بيقول يا جماعة كما قلت من قبل في أول لقاء وكذلك مع خبرة أكثر من 40 سنة في المنتخبات أن المدرب يعتني بلاعب خاص. لاعب خاص يتحدث عنه وهو الفريق. اختيار اللاعبين وإيجاد أفضل الحلول هي مسؤولية المدرب من أجل اختيار فريق قوي وبناء استراتيجية، ومنها نتحدث عن اختيار اللاعبين. يواصل منتخب السودان معسكره بالعاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا. وأوضح المدرب العام لمنتخب السودان استقرار منتخب صقور جديان على خوض 3 مباريات فقط قبل انطلاق النهائيات، مضيفا أن الحالة البدنية للفريق في تحسن مستمر، أما الجوانب الفنية والتكتيكية فما تزال تحتاج لعمل مكثف. وصلت بعثة منتخب المغرب إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا، ويخوض منتخب المغرب مباراة ودية أمام بوركينا فاسو يوم الخميس المقبل استعدادا للبطولة، وسينافس منتخب المغرب في المجموعة الثالثة بكأس الأمم مع غانا والجابون وجزر القمر. يواصل منتخب نيجيريا استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، وكان معسكر النسور انطلق بحضور 9 نجوم فقط من قائمته النهائية، وأشارت صحيفة توداي النيجيرية إلى أنه اعتبارا من اليوم الاثنين سيرتفع عدد اللاعبين المنضمين للمعسكر قبل السفر للكاميرون.
تعادل فريق ليفربول مع تشيلسي بهدفين لمثلهما في قمة الجولة 21 للدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج. اللاعب السنغالي ساديو مانو تقدم للريدز في الدقيقة 9، ثم أضاف النجم الدولي محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 26. وقبل نهاية الشوط الأول سجل تشيلسي هدفين قبل أو عبر اللاعب الكرواتي ماتيو كوفازيتش في الدقيقة 42، ثم اللاعب الأمريكي كريستيان بوليزيتش في الدقيقة 45. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل رصيد تشيلسي إلى 43 نقطة في المركز الثاني وبفارق 10 نقاط عن المتصدر فريق مانشستر سيتي. وكما اختير الدولي المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في المباراة. وأعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي فوز صلاح بالجائزة بعد حصوله على 42.9% من إجمالي المشاركين في التصويت، والبالغ عددهم 45,860 مشاركا. للمزيد عن أبرز أرقام النجم الدولي محمد صلاح، وبالأخص بعد تسجيله هدفا أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي، حيث أصبح الهداف التاريخي لفريق ليفربول في المباريات التي تستضيفها مدينة لندن، حيث ساهم ب 14 هدفا في آخر 14 مباراة له على الملاعب اللندنية في البريمير ليج، حيث سجل 9 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه. تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين للتواجد في التشكيلة المثالية 2021 من صحيفة ليكيب الفرنسية. وحددت الصحيفة غدا الثلاثاء من أجل الإعلان عن تشكيلها المثالي الرسمي. وصلت لاعبة التنس المصرية والمصنفة 63 عالميا ميار شريف إلى مدينة ملبورن الأسترالية للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، إحدى البطولات الأربع الكبرى الجراند سلام. تجرى البطولة المصرية استعداداتها للبطولة بمصاحبة طاقم التدريب الإسباني بقيادة خوستو جونزاليز. ومن المقرر أن تبدأ ميار شريف لقاءتها في البطولة غدا الثلاثاء أمام اللاعبة الأمريكية آن لي. والآن مشاهدينا عودة لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح، وعودة إلى زملائي منة وهمام. إليك منة. شكرا لك سمر.
النهارده 3 يناير ذكرى ميلاد فاتنة السينما المصرية ومن أطلق عليها صاحبة النظارة السوداء، أعتقد دي لازم هنبقى عارفين بقى هي مين. بنتكلم عن جميلة الجميلات نادية لطفي. الفنانة نادية لطفي ودعتنا من أقل من سنتين تحديدا في فبراير 2020، وبعد ما كانت قدمت مسيرة فنية طويلة الحقيقة مختلفة جدا ومميزة جدا، قدمت فيها أكتر من 80 فيلم سينمائي. أدوارها في الأفلام اللي قدمتها كان في تنوع كبير جدا، يعني هي طبعا كونها جميلة الشكل فده كان ممكن يخلينا نعتقد أنه تم حصرها في أدوار معينة، لكن الحقيقة أنه حتى لما شفنا لها فيلم كوميدي مع سعاد حسني وحسن يوسف، يعني كان فيلم كوميدي كله بالأساس، فيعني لا هي كانت موهوبة لدرجة أنه هي قدرت تثبت أنه موهبتها مش بس عشان هي أو نجاحها مش بس عشان هي امرأة جميلة، ولكن لأن هي فعلا موهوبة ومجتهدة جدا. يا همام اسمها الحقيقي هو أبولا محمد مصطفى شفيق، ولدت في القاهرة عام 37 وتوفيت قبل عامين. كان من ضمن صفات ومن ضمن تجربة نادية لطفي الفنية دورها الكبير، دورها الفني الكبير في مساندة الجيش ومساندة الوطن في كل الحروب اللي خاضتها مصر سواء 67 أو 73، لدرجة أنها تطوعت واشتغلت ممرضة لأبطالنا المصابين من الجيش المصري بعد حرب 73. عملت أكثر من 80 فيلم، لكن يبدو أن تجربتها الفنية في الدراما أو المسرح كانت قليلة، لدرجة أنها عملت فقط مسلسل واحد ومسرحية واحدة، لكن أدائها الفني في السينما وتجربتها الفنية ومنتجها الفني في السينما كان كبير للغاية، لدرجة أنها قدمت أكثر من 80 فيلم. ممثلة أسبانية معروفة جدا اسمها إتزيار إيتونو. إتزيار إيتونو العالم كله عارفها وأصبحت سوبر ستار من خلال المسلسل ربما الأشهر أو أحد أشهر مسلسلات نتفليكس في السنوات القليلة الماضية، الإنتاج بدأ من 2017 لكازا دي بابل. والحقيقة أنه إتزيار هي طبعا كان قدمت شخصية راكال وكانت يعني من الشخصيات المؤثرة جدا في المسلسل ده، والحقيقة أنه المسلسل ده كله كسر الدنيا بأجزائه كلها، وحتى كان بيقال أن في جزء تاني حينزل والناس كلها كانت عايزة أن يبقى في جزء تاني حينزل. طب ايه علاقة راكال دلوقتي بكلامنا، وايه علاقة احنا بنسميها راكال عشان هي نجحت طبعا في الكاركتر ده جدا، ايه علاقة إتزيار إيتونو باللي احنا بنقوله يعني او ليه بنتكلم عنها دلوقتي همام؟ علشان راكال النجمة السينمائية الاسبانية اظن قالت انها هتشارك في النسخة الجديدة من منتدى شباب العالم 2022، واللي هتقام طبعا هذه النسخة في مدينة السلام في شرم الشيخ بداية من 10 الى 13 من يناير الحالي. ظهرت الممثلة في مقطع فيديو على الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم على موقع انستغرام، قالت انها تكون من ضمن ضيوف المنتدى. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نعلق عليه. Hola, soy Itziar Ituño y nos vemos en el World Youth Forum en Sharm el-Sheikh el 10 de enero. إذن بكلمات صغيرة أو قليلة جدا قالت إتزيار إيتونو إن هي هتكون موجودة وتشارك في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ اللي بيبدأ إن شاء الله 10 يناير. أنا بعتقد إنه الفيديو ده عمل صدى كبير جدا جدا، لأنه هي الحقيقة ليها معجبين وليها فانز في العالم كله، المسلسل كله على بعضه عمل حاله وضجه كبيره قوي. لا هي كانت خطه التحول في المسلسل طبعا، مفتشه الشرطه للمشاركه في العصابه طبعا. يعني الكاركتر نفسه اللي هي قدمته طبعا كان مختلف جدا، وبالتالي كان فعلا من اكتر الشخصيات في المسلسل نفسه اللي عمل ماني هايست، اللي عمل نقطه تحول نقطه تحول وضجه كبيره جدا. عايز بس اتكلم ان منتدى شباب العالم بعد 3 دورات فقط استطاع ان هو يجذب فنانين كبار بحجم هذه الممثلة راكيل، طبعا احنا كنا بنشوفها او ما لازلنا حتى بعض الناس بيتابعوها على نتفليكس تحديدا. المسلسل 5 اجزاء او انتج منه حتى الان 5 اجزاء ولسه مستمر في انتاجه. على كل الاحوال سواء هذه الممثلة او ممثلين او مشاهير اخر هيشاركوا في هذا المنتدى. شفنا في السنين اللي فاتت مشاركة عدد لا بأس به من الفنانين صحيح. والمشاهير من جميع أنحاء العالم. حتى امبارح كنا بنتكلم أن تقريبا نص مليون طلب للمشاركة في منتدى شباب العالم من 196 دولة، وهو ده دلالة ودي شهادة من دول العالم، من شباب في دول العالم، أن المنتدى ثري بموضوعاته المختلفة وثري بمناقشاته وفي مردود لما يقدمه المنتدى ولما يطرح به أو فيه من نقاشات مختلفة.
بعد الفاصل مشاهدينا هنتكلم على موضوع الآثار المصرية. معنا هنستضيف الدكتور خالد سعد، هنتكلم عن الآثار المصرية وطبيعة الآثار والحاجات اللي احنا او كانت خافية عننا في سواء في 2021 او حتى قبل كده. احنا اتكلمنا في مضمون هذه الحلقة او في من شوية اتكلمنا على الملاكمة كان اصلها مصري. خلينا نعرف حقيقة هذه المعلومة من الدكتور خالد سعد بعد فاصل قصير. يا أهلا بحضراتكم من جديد. في 2021 تابعنا عدد كبير من الأحداث، وتابعنا مش المصريين بس، مش في مصر بس، يعني لا أبالغ عندما أقول العالم كله تابع مجموعة من الأحداث اللي أكدت على أهمية مصر وحضارتها بالنسبة للعالم. حصل مثلا اهتمام كبير بموكب بنقل المومياوات الملكية، فكرة إحياء مشروع إحياء طريق الكباش اللي كان سبقه قبل كده بداية نقل مراكب الشمس المتحف المصري الكبير، ده افتتاحه إن شاء الله هيكون عنوان مهم جدا من عناوين وأحداث 2022 العالمية، نعتقد يعني أو بيعتقد أنه هيكون سبب في جذب ملايين من السائحين إلى مصر ومعالمها الجديدة خلال السنة الجديدة إن شاء الله. كل الحاجات دي بتخلينا طول الوقت قاعدين بنبحث أكتر وأكتر عن أسرار أجدادنا قدماء المصريين والفراعنة، وما بنستغربش لما بنعرف أنه لا، إحنا لسه معرفناش حاجات كتيرة جدا عن حياة قدماء المصريين. الاكتشافات اللي بتطلع دي هي مش مجرد أن إحنا نفرح بيها ونتصور معاها صورة أو تنزل خبر أو عنوان رئيسي حتى في بعض في الجرايد والمجلات، لا، موضوع أبعد من كده وأكتر من كده، لأنه بيدينا تفاصيل أكتر عن حضارة كانت وما زالت وهتفضل الحقيقة محيرة ومثار إعجاب واندهاش العالم كله. هنتكلم عن تفاصيل كتيرة جدا، وضفنا الحقيقة اللي منورنا الأسبوع اللي فات ادانا كده أو حمسنا بشوية حاجات خلتنا يعني مش قادرين نستنى لغاية لما نستكمل حوارنا معاه النهاردة. ضفنا الكريم اللي منورنا في هذا الصباح دكتور خالد سعد، الخبير الأثري والسياحي ومدير عام الإدارة العامة لآثار ما قبل التاريخ. يا صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا. الأسبوع اللي فات زي ما احنا قلنا كنت حضرتك منورنا مشرفنا، وديتنا نبذة مختصرة وقصيرة عن بعض العادات اللي احنا لازلنا مستمرين فيها، وهي أصلها فرعوني قديم أو مصري، خلينا نقول مصري قديم. بشكل موسع وبشكل مفصل هي الحاجات أو العادات أو السلوكيات اللي احنا بنعملها دلوقتي وهي أصلها وهي مستقى من المصريين القدماء. هو أولا احنا ما عندناش أي نوع من أنواع الاحتفالات في مصر إلا مرتبط بأكل، والمصري القديم كان عنده كده. احنا عندنا بنسمي الاحتفالية او الحفلة مسمى معين، لكن بنربط هذا الاحتفال بنوع معين من الاكل. خد عند حضرتك كم كبير جدا، اي نوع من انواع الاحتفاليات عندنا في مصر، عيد كبير، عيد صغير، سبوع. طب احنا السبوع بالنسبة للاولاد، السبوع عندنا مرتبط دلوقتي بايه؟ بحاجة اسمها السبع حبوب. اشمعنى السبع حبوب؟ وإيه هم السبع حبوب؟ إن هم سبع أنواع من البقوليات اللي إحنا بنعملهم للطفل، عبارة عن عقدة أو عبارة عن حاجة في رقبته بنعلقها له في رقبته، هي فكرة الأمرس أو التمائم اللي كانت بتحمي الطفل من الحسد، لأن الطفل لما بيولد ضعيف، فلازم تعمل له نوع من أنواع الحماية تساعده على النماء أو البقاء. عند حضرتك أي نوع احتفالات الأعياد عندنا، شهر رمضان والأكل والشرب وشم النسيم وارتباطه بالفسيخ، كل دي عادات مصرية قديمة. ارتباط الحدث بالملابس برضو ارتباط مصري قديم. حضرتك احنا لما بيحصل عندنا أي مناسبة بنرتدي زي معين، كل زي بيتناسب مع المناسبة بتاعته. المصري القديم كان عنده نفس النوع. احنا لما بيحصل عندنا مناسبة بنرتدي الاكسسوارات، الاكسسوارز. المصري القديم كان من اقوى شعوب العالم انتاجا للاكسسوارز. لما بيبقى عندنا مناسبة معينة بنعمل فورمة شعر او بنروح نتزوج. حضرتك المرة اللي فاتت قلت لنا انه المرأة المصرية قديما كان عندها 21 قصة شعر مختلفة. انت تخيل ان في حضارة مصرية قديمة السيدة عندها 21 نوع من أنواع قصة الشعر، تستطيع أن هي تقابل رواد البيت بتاعها أو تظهر في احتفالية معينة وهي مختلفة الزينة. بالإضافة لكده شوف لحضرتك بقى قصات الشعر إيه بقى.
كل اللي احنا بنشوفه من موديلات حديثة في قصات الشعر اللي احنا بنسميه بقى الكاري والمفلفل كل ده مصر قديم وحضرتك تقدر تشوفه على التماثيل اللي حضرتك بتقوله يا دكتور خالد. ده مش مجرد سلوك يومي وتصرفات يومية لمجتمع، لا دي حضارة. المجتمع لا يصل إلى هذا النوع من التفكير في قصات الشعر أو في رفاهية الإنسان إلا ما يكون عنده حضارة كبيرة ومستقر. عشان كده احنا دايما بنأكد إن الحضارة المصرية القديمة مش مجرد أثار ومش مجرد معابد ومقابر، إنما هي مجموعة ضخمة جدا من العلوم المتشابكة. طيب. من العلوم المتشابكة. ممكن قبل ما نسيب موضوع الشعر أسأل في حاجة مهمة جدا؟ فضل. أنا أسفة مش قادرة والله، يعني فضل. كسيدة مش قادرة. القدماء النساء قدماء المصريين كانوا بيعملوا إيه عشان يحافظوا على شعرهم بالتقل والكثافة دي؟ أقول لحضرتك إحنا النهاردة بنستعمل كل أنواع الزيوت والكريمات وبنبعت نجيب من برة وأونلاين وبندفع دم قلبنا. هم الله أكبر شعرهم كان تقيل جدا. تمام. لدرجة أنه 3-4 تلاف سنة بعد وفاتهم لما بتطلع اسمها إيه؟ مش الجثة، اسمها إيه؟ الممياء. الممياء لما بتطلع بنلاقي الشعر طبيعي، الشعر طبيعي وتقيل وكيرلي وحلو. يعني إيه؟ انت حضرتك بتستخدمي مواد كيميكال، هم بيستخدموا مواد طبيعيه. لم تكن المراه تستخدم الا الزيوت الطبيعيه ودهن النعام. دهن النعام. بالاضافه الى ان المراه كانت دايما بتستخدم انواع من العصائر لعلاج فروه الراس، زي عصير البصل. عصير البصل، عصير مية البصل. وده كان بيغذي البصيلات بتاعت الجذور بتاعت الشعر، وبالتالي بتخرج الشعرة قوية ومتماسكة. بالإضافة إلى جزء مهم جدا، أن السيدة المصرية كانت بتستخدم الحناء، والحنة دي لازالت مستخدمة حتى الآن في تغذية الشعر، بالإضافة إلى إضافة لون. يعني هي لو عايزة تكسب لونها لون معين فكانت بتستخدم الحنة. بالإضافة إلى أنواع بقى من زيت الزيتون وزيت الخروع، وكانت بتستخدم في دهان الشعر. فهناك مركبات كبيرة جدا، وإحنا عندنا أكبر بردية في العالم اسمها بردية هاريس، طولها 42 متر، فيها أكثر من 440 تشخيص مرضي لمعظم أمراض الجسم. قد يتساءل بعض الدكتور خالد، منين احنا جبنا المعلومات دي؟ هل كان في برديات مثلا موثقة ومعروفة وتم اكتشافها وتم ذكر فيها أو ذكر فيها الوصفات اللي حضرتك قلتها أو المعلومات المتعلقة بحياة المصريين، خصوصا احنا في نهاية 2021 اكتشفنا مدينة صعود أتون، وحضرتك قلت المرة اللي فاتت أهمية هذه المدينة إنها كشفت العادات والتقاليد والسلوكيات والتصرفات اللي كانت بتحصل في المجتمع المصري القديم، مش فقط المعابد والمقابر. هو كل اللي احنا بنقوله ما هو إلا نتاج لترجمة كثير من الكتابات اللي تركها المصري القديم، سواء بقى موجودة في صورة بردي، في صورة شقف، في صورة لوحات، في صورة تماثيل. كم كبير جدا من المادة تركها المصري القديم وتم ترجمتها وتم فهم محتواها، وإذا كان هذا المحتوى متصل بعلم معين زي علم الطب، بعلم معين زي التحنيط، بعلم معين زي الهندسة وخلافه. نيجي الموضوع بقى العالم، معظم العالم بيعرف عن الحضارة المصرية كتير من خلال ما يتم بثه في وسائل الإعلام أو كتابته في الكتب عن الحضارة المصرية الجنائزية. إن هي المصري القديم كان متعلق دايما ومرتبط دايما بحياته دايما بالعالم الآخر، لكن مش كتير من الناس يعرفوا الحياة اليومية بتاعت الإنسان. صحيح، وده اللي بنحاول نعرفه من حضرتك. بالظبط. عايزة أقف بس بعد إذن حضرتك عند 440 مرض اللي كانوا تشخيص، 440 تشخيص لمرض اللي كانوا قدماء المصريين مشخصينهم، والعالم مبهور بالحضارة المصرية القديمة. هل الطب النهاردة بيستفيد من ده؟ الطب في العالم كله بيستفيد؟ هل في أبحاث علمية بتتعامل استنادا على ما كتبه أو وثقه قدماء المصريين بخصوص تشخيص هذه الأمراض؟ حضرتك اقري النشر العلمي اللي بيطلع في كليات الطب، كليات الطب العالمية زي جامعة كولن، وعميد كلية الطب في جامعة كولن حينما تم فحص مومياء مصرية بترجع للأسرة الستة ووجد فيها مسمار عظم،
فقال لو علمنا ما قام به المصري القديم لوفر على العالم مجهودات كبيرة في اختراع المسمار. المصري القديم كان بيعمل مسامير للعظم لرأبس الكسور ويعمل للمسمار ألووز. انت بتتكلمي في الدولة القديمة ده تقدم. اول عملية فتح مخ، اول عملية كانسر، اول عملية ازالة اورام، اول كم كبير جدا من عمليات جراحة العيون، كم كبير جدا من تشخيص امراض الاذن، كم كبير جدا من المعدة والقولون والامعاء. هل كان ليها نصيب عند قدماء المصريين من الاهتمام؟ هقول لحضرتك على حاجة، كتير من الناس حتى بتستعجب على الكلام ده. احنا عندنا دلوقتي طب اسمه طب الاطفال. المصري القديم كان عنده طب الاطفال منذ ولادة الطفل حتى أن يصبح الطفل في مرحلة المراهقة أو مرحلة الشباب. المصري القديم شخص له مراحل من مراحل كيفية العلاج والأكل والشرب ومعالجة أمراض المعدة بالنسبة للطفل، أمراض الشعر بالنسبة للطفل، كل ما تتخيلين. فدي مجموعة هو السؤال يا دكتور خالد، يعني إذا كان المصري القديم أو الحضارة المصرية القديمة اكتشفت أو وصلت إلى هذا النضج من العلم في الطب تحديدا على سبيل المثال، اللي انقطع وما استمرش هذا العلم واتصل هذا العلم وصولا إلى الحضارة الحالية، ليه في فجوة زمنية ما عرفش اللي حصل فيها؟ ليه ما فيش تسلسل للعلم وصولا إلى الحضارة الحديثة وبدأنا من الصفر في القرون الوسطى؟ أنت حضرتك الحضارة المصرية ابتلت بالاحتلالات. أنت حضرتك أي احتلال بيجي بيعمل إيه؟ بيهدم الحضارة، بيمسح التاريخ، وبالتالي بيحاول يزرع في البلد اللي احتلها حضارته. لكن الحقيقة أن الحضارة المصرية امتصت كل الاحتلالات وكست كل الاحتلالات بالرداء المصري. نشوف حضرتك الحضارة اليونانية والرومانية وكل الحضارات الفارسية والإغريقية اللي جم احتلوا مصر ارتدوا الرداء المصري. يعني ما قدروش يفرضوا حضارتهم لأن حضارتنا كانت أقوى بكتير. بالعكس هم اللي أخذوا من الحضارة عندنا. هذا اللقاء الثري والمتميز مع الدكتور خالد سعد الخبير الأثري والسياحي، ونتكلم قبل موجز الأخبار أو كنا بنتكلم عن العادات المصرية اللي زالت متواصلة حتى الآن حتى هذا العصر، وكنا بنتكلم تحديدا عن أنواع الأدوية اللي استخدموها المصريين القدماء. خلينا أتوجه بالسؤال لدكتور خالد. دكتور خالد حضرتك يعني أثناء الموجز كنت بتتكلم عن الثوم والبصل، والثوم والبصل حتى الآن هي من أكثر المواد الأولية استخداما في الأطعمة بتاعتنا في الوجبات الغذائية، هل ليها أصل؟ هو حضرتك دلوقتي لما تروح مستشفيات الصدر وحد يكون عنده أزمة في الصدر بيصرفوا له حاجة اسمها الفاركولين. الفاركولين ده مع بخار المية بيوسع الشعب الهوائية. لو حضرتك بصيت على الفاركولين ده تكوينه هتلاقيه جاي من البصل. والبصل المصري القديم صرفه للعمال أثناء بناء الأهرامات أو بناء المباني المرتفعة. اشمعنى؟ لأن بيزود نسبة الأكسجين في الرئة، ولازالت معظم الأدوية اللي بتستخدم في توسيع الشعب الهوائية بتاخد نفس الوصفة المصرية القديمة اللي موجودة في بردية هارتس. بردية؟ هارتس دي عبارة عن بردية طبية؟ بردية طبية موجود فيها حوالي 442 وصفة أو تشخيص مرضي، منهم أمراض العظام، منهم موجودة فينا دكتور البردية؟ دي موجودة في بريطانيا في المتحف البريطاني. عندنا بقى كم كبير جدا من ما نسميه حاليا بالأمراض العصرية، علاج البشرة. انت حضرتك عمرك شفت سيدة بدينة في الحضارة المصرية؟ ما شفتهاش في الرسومات ولا الصور. ولا في الرسومات برضو لقينا سيدة عندها تجاعيد مثلا. بالضبط. المصري القديم كان بيستخدم ماء الترمس لعلاج البشرة، وكان بيستخدم القثائيات لعلاج رطوبة البشرة، رطوبة الجلد. القثائيات هو كل انواع القرعيات او الكوسه او الخيار او الكوسه والقرع اللي هو احنا بنستخدمه دلوقتي في ما نسميه بيوت التجميل وخلافه. فالمصري القديم كان عنده
وعي كامل جدا بالصحة وبالصحة وبأمراض الجسم وبعلاجاتها، وكان يدمج معها دائما نوع من أنواع البيئة المحيطة بي، يعني يدرس كويس قوي النباتات والمحاصيل وفايدتها والكلام ده كله، حتى أمراض تحديد نوعية المولود، تحديد الحمل، تشخيص الحمل. المصري القديم كان عنده أن يأخذ جزء من بول المرأة ويوضع في شعير ويوضع في فول، فإذا نبت الشعير كانت المرأة حامل، إذا نبت الفول كانت المرأة غير حامل. احنا قبل ما ننتقل لنقطة تانية في الحوار هنشوف مع حضرتك ومع حضراتكم صورة الملكة تي، لأنه دي واحدة من الصور اللي أثارت اندهاش العالم كله، أنه إزاي لما المومياء طلعت بعد آلاف السنين كان شعرها محتفظ بتقله وكثافته كده. فكده عرفنا السر من دكتور خالد ان كانوا بيستخدموا دهن النعام وماء البصل وزيت الزيتون. وزيت الزيتون في حاله التحنيط بيستخدم معاه الصمغ والراتنج علشان نحافظ على عشان نحافظ على شكل الشعر انه يوصل لنا بشكل حالي، ما تجفش ما تجفش، لان كلمه الموت هو اختفاء الماء من الماده العضويه. فبتبلى، فطول ما المادة العضوية محتفظة بخصائصها فهو لازم يحط لها صمغ عشان يحافظ على خصائصها. طيب الأسبوع اللي فات حضرتك ذكرت لنا في هذا الصباح أنه ما تم اكتشافه من آثار مصرية قديمة وما هو حتى معروض سواء في متاحف مصر أو في متاحف العالم كله لا يوازي 20% من حجم الآثار المصرية. عرفنا النسبة ازاي حتى ولو بالتقريب، والطموح ايه ان احنا المزيد من الاكتشافات هنشتغل عليها ازاي؟ سؤال بسيط، مصر او جميع السكان المصريين بيعيشوا على 8% من مساحة مصر اللي هو وادي النيل، ومعظم الاثار اللي موجودة عندنا موجودة عندنا امام عينينا في وادي النيل. صحيح. طب ما حدش راح شاف الدخلة والخارجة والفرافرة واللوحات البحرية. طب نشوف بقى الإمبراطورية المصرية كانت حجمها إيه. الإمبراطورية المصرية في عهد تحتمس الثالث كانت مصر، جمهورية مصر العربية أو الإمبراطورية المصرية كانت في عصر تحتمس الثالث بتصل حدودها الشمالية إلى جبل جوبيل في لبنان وتبرق في ليبيا والشلال الأول في أثيوبيا، ونهر الفرات في العراق، فتتخيلي بقى حجم الإمبراطورية. طيب احنا عندنا كل فترة بيطلع عندنا أثار في ما يسمى بالظهير الصحراوي. صحيح. الظهير الصحراوي ده احنا عندنا لسه منطقة بحر الرمال وتمثل 88% من مساحة مصر لم يتم فيها حفاير. انت متخيل؟ وكل دي كانت أرض عمرانة في عصر النيوليثي أو في الحضارة المصرية القديمة، بس حصل نوع من أنواع التصحر فردمت بالرمال. صحيح. الموضوع أو الحديث عن الأثار المصرية القديمة والحضارات المصرية المتعاقبة موضوعات ثرية وموضوعات شيقة. أنا شخصيا بكون سعيد مسمع هذا الحديث العلمي الموثق. يعني حضرتك ما بتقولش طبعا الكلام من غير أدلة ومن غير توثيق، وحضرتك مسؤول ولحضرتك منصب في الدولة وفي وزارة الأثار، وبالتالي أي حديث من حضرتك هو حديث مسؤول وحديث موثق بالأدلة وحتى بربما الصور والرسومات والبرديات اللي تم اكتشاف عليها. حالة دكتور خالد لنا لقاء مستقبلا ونستكمل هذا الحديث الثري عن الحضارة المصرية القديمة. دكتور خالد سعد شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا في هذا الصباح وعلى إكسترا نيوز. شكرا لك يا دكتور، نورتنا. إذن مشاهدينا نستكمل خدمتنا اليومية مع حضراتكم في هذا الصباح. نروح دلوقتي مباشرة لمتابعة تطورات الحالة المرورية في هذا البث المباشر لكاميرا إكسترا نيوز من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة مع عوض الغنام. صباح الخير يا عوض. صباح الخير همام، صباح الخير منا. يعني مع موسم الشتاء دوما يزداد الحديث عن مسألة الشبورة وأزمة الشبورة وانعكاسات الشبورة على الطرق، فتتجدد دوما النصائح والرسائل من الإدارة العامة للمرور وكل الإدارات المرور للمواطنين للتعامل مع هذه الإشكالية دوما. على كل مواطن أن يجعل بينه وبين السيارة التي خلفه أو أمامه مسافة لا تقل عن 3 أو 4 أمتار. عليه أن يفتح دائما الإزاز بتاع السيارة، يكون فيه منفذ لدخول الهواء حتى لا
يتكون بخار داخل السيارة فتنعدم الصورة كليا أو جزئيا. يشغل المساحات بشكل دائم إذا ما كان في مكان في شبورة زيادة جدا، يأخذ الطريق اليمين إذا كان في أي اعطال على الطرق. كل هذه النصائح مهمة للغاية. ربما الصورة سنبدأ بها كبرى عباس، صورة واضحة للغاية همام ومنة، تأثيرات الشبورة بشكل كبير للغاية. الطرق نفسها لا يوجد فيها إشكالية، ولكن مع وجود هذه الشبورة تنعكس طبعا سلبا على حركة المرور في الشارع. الجانب الآخر احنا في ميدان الجلاء، ربما توضح الصورة أيضا الشبورة ما زالت تأثيرها حتى الآن، لكن منذ نحو نصف ساعة كانت أشد من ذلك بكثير، يعني كانت الشبورة زايدة عن كده بكثير جدا. هنا تتغير الصورة نسبيا في جامعة القاهرة أمام الجامعة مباشرة، السيولة المرورية في كل الاتجاهات على أفضل ما يكون. كبر الدقي وأسفل كبر الدقي حيث شارع التحرير السيولة المرورية مستمرة حتى هذه اللحظة. في الاتجاه المعتاد القادم من أكتوبر إلى القاهرة هناك يعني نسبيا في ازدحام، لكن في الاتجاه المقابل السيولة المرورية ربما تكون واضحة بشكل بين في الصورة. أكتوبر منذ قليل لم تكن بها هذه بهذا الازدحام في الطريق في اتجاه مدينة نصر ومدينة ومصر الجديدة، وفي الاتجاه المقابل هناك سيولة مرورية أيضا الشبورة واضحة بشكل يعني واضح للغاية. في الاتجاه الآخر احنا هنا في أكتوبر بأن احنا نتكلم عن الجيزة، فالشبورة أيضا موجودة لكن السيولة المرورية لا يوجد بها أي إشكال على الإطلاق. أخيرا هذه الصورة هي صورة القادم من الطريق الصحراوي الغربي والقادم من الفيوم إلى شارع الهرم والدخول إلى القاهرة. وبمناسبة الحديث عن الطريق الغربي، كان مغلقا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، أخبرنا الآن بأنه تم فتح هذا الطريق وعادت الحركة المرورية إلى الطريق الغربي. أسيوط الغربي الآن عادت به السيولة المرورية جيدة حتى هذه اللحظة، وأيضا كانت هناك طرق أخرى محاور مرورية أخرى أغلقت في صباح اليوم، ولكن الآن تم الإعلام رسميا بأنه تم فتح كل هذه الطرق. هذا هو ملخص المشهد الحالة المرورية هنا في محيط وشوارع وضواحي والمحاور المرورية لمحافظة الجيزة. شكرا جزيلا لك يا عوض على كل هذه النصائح المرورية. والحقيقة منها أنا عايز أتكلم في نقطة محددة فيما يتعلق بالحالة المرورية. الدولة لما أنشأت، لما عملت الطرق السريعة والمحاور الجديدة، عملت عشان تسهل حياة الناس. لا يجب ولا يصح من إن احنا كمواطنين إن احنا نحول هذه المشروعات إلى وسيلة لإيذاء الناس. امبارح أنا كنت بصدفة يعني في مشوار من أكتوبر لحد التجمع، فأخذت الطريق الدائري الأوسطي، شفت كمية عربيات نقل لا بتمشي بسرعة مقررة ولا بتمشي في الحارة المخصصة ليها، والموضوع بقى أو يعني أصبح سيء جدا فيما يتعلق ببعض، مش نقول كل، ببعض سائقي النقل الثقيل. المفترض السرعة على هذا الطريق على سبيل المثال 70 كيلومتر، والعربيات الخاصة أو الملاكي 120 كيلومتر. أنا بشوف العربيات النقل التقيل بتسابق العربيات اللي ماشي على 120، يعني هو إما ماشي على 120 أو أكتر من 120، وده لا يصح. والمشكلة في النقل التقيل إن هو بيعمل كوارث. من كام أسبوع أو تقريبا من شهر شهر ونص كنا شفنا حادثة كانت مروعة على الطريق الدائري الأوسطي، أظن للأسف يعني راح فيه أو مات فيها 20 شخص. أرجو من المواطنين زي ما الدولة عملت طرق تسهل من حياة الناس وتحول حياتنا من حياة صعبة إلى حياة فيها قدر من الرفاهية، إن احنا نساعد أيضا، نساعد نفسنا مش نساعد حد ثاني، إن احنا نسهل أيضا حياتنا. ما ينفعش إن احنا نمشي على سرعة 120 لأصحاب النقل التقيل يعني على طرق سريعة ونسبب كوارث ونأذي الناس، ناس أبرياء وناس ملهاش أي ذنب. نرجو أن الناس تلتزم بالسرعات المقررة وبالإرشادات المرورية المتبعة. خلونا نروح لموضوع أو لذكرى جميلة لشخصية جميلة ومبهجة، شخصية يعني أنا ما أعتقدش أن في اتنين ممكن يختلفوا على حبها وعلى رونقها وعلى بهجتها وقد إيه بتضيف ابتسامة حلوة كده حتى لما بنفتكر اسمها. النهاردة عيد ميلاد المتألقة والفراشة والجميلة وصاحبة التاريخ الفني الكبير جدا الفنانة الرائعة نيلي. نيلي طبعا ظاهرة فنية فريدة جدا من نوعها، يعني احنا ما عندناش كذا نيلي في الفن المصري أو في الفن العربي حتى عموما. نيلي بتمثل، نيلي بتغني، نيلي بتقدم استعراضات، نيلي بتقدم فوازير رمضان، وفوازير رمضان دي كانت من أصعب، وده بالتجربة من أصعب التجارب الفنية اللي ممكن أي فنان ياخدها. وأعتقد احنا شفنا بعد نيلي وشريهان وفطوطة شفنا في فوازير تانية لفنانين تانيين كانت جميلة والناس تقبلتها، وفي برضو بعض الفنانات اللي حاولوا يقدموا فوازير لكن للأسف ما لقوش يمكن القبول قوي زي نيلي وشريهان طبعا.
فانيلي كلها على بعضها كده يعني من وهي صغيره قوي يعني، وهي بتقدم الافلام الابيض والاسود، وبدات واحده واحده تطلع بقى لغايه ما وصلت لمرحله من النضج الفني اللي خلانا زي ما بنقول كده نتابعها كل سنه. وانا لسه بالصدفه وما اعرفش ان النهارده عيد ميلاد نيلي، كنت من يومين بهزر مع همام على الهوا، فبنختم الحلقه في النهايه بقول له هنروح، دي الكلمه الحلوه قوي اللي احنا عارفينها لنيلي لما كانت بتقفل بيها فوازير، مش فاكره كانت الخطبه ولا ايه، بس واحده من الفوازير الجميله اللي كانت بتقدمها نيلي. طبعا نيلي وشيران تحديدا من ايقونات الاستعراضات في مصر، لما ظهرت على مسرح دار الأوبرا المصرية منذ أسابيع قليلة في مهرجان القاهرة السينمائي، كلنا كنا فرحانين وسعداء برؤية نيلي مرة أخرى، كانت مع سمير صبري في حفل الافتتاح لمهرجان السينما مهرجان القاهرة السينمائي الأخير. الفوازير طبعا بتعتبر من أهم وأصعب التجارب الفنية اللي ممكن ممثل يؤديها، لأنه بتحتاج أولا لقبول من قبل المشاهدين، أنه يكون فنان شامل، يعرف يؤدي أداء استعراضي ويعرف يمثل ويعرف يغني ويقدم كده كوكتيل من المهارات والاستعراضات والقدرات الفنية المختلفة. كل سنة ونيلي طيبة، كل سنة ونيلي بخير، وتفضل تسعدنا دايما زي ما أسعدتنا سنين وسنين. يا أهلا بحضراتكم من جديد. قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هو من القطاعات المهمة جدا اللي بقى فيه في السنوات الماضية بقى بيحصل على دعم الحقيقة كبير من الدولة المصرية، بقى فيه زي ما نقول كده مراهنة على هذا القطاع للمشاركة في عملية التنمية الشاملة عموما اللي مصر بتعيشها في عصر وعهد الجمهورية الجديدة. ليه؟ لأنه ببساطة شديدة جدا هو أحد أهم قاطرات التنمية. الكلام عن المشروعات المتوسطة والصغيرة أو تحديدا صغيرة متناهية الصغر، يعني أنا بتكلم على النسبة الأكبر من المواطنين المصريين، أنا بدخل جوه القرى والنجوع، بروح صعيد مصر وما إلى ذلك. الدور ده بقى هو دور مهم جدا موكل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. لما نيجي بقى نتكلم على المشروعات دي أو على القطاع ده تحديدا في محافظات الصعيد بنهتم أكتر، لأنه أي كلام الحقيقة عن تنمية وتعمير في صعيد مصر إحنا بنتبسط بيه قوي، وبنبقى طول الوقت عايزين نعرف معلومات أكتر عنه. عايزين نتكلم عن هذا القطاع، وعايزين نتكلم على ما يحدث على الأرض في صعيد مصر وكيفية تشجيع الدولة لهذه المشروعات وإجراءات والتسهيلات والتراخيص وما إلى ذلك. خلونا يكون معنا عبر كاميرا أكسترا نيوز دكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات. يا صباح الخير يا دكتور. أهلا. صباح الخير يا دكتور، أهلا وسهلا. صباح الخير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. أهلا وسهلا دكتور. دكتور رأفت، لو هنتكلم عن التجربة المصرية فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وفي الدعم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ملمح من أهم ملامحها هو الدعم الفني والتقني والمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ما الذي قدمه الجهاز في هذا المضمار، في هذه النقطة تحديدا فيما يتعلق بالدعم الفني والمالي لأصحاب المشروعات خلال 5 أو 6 سنوات؟ خليني اقول لحضرتك مهم جدا دور الجهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر. وخلينا نقول لحضرتك، وده مهم قوي، كلمه المتوسطه دي لم تدرج في تواريخ السابقه لجهاز تنميه المشروعات وما كان يطلق عليه سابقا الصندوق الاجتماعي للتنميه. فاصبح الان معني بتنميه المشروعات المتناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه. حضرتك ممكن اشرت لحاجه كويسه قوي، وهي فكره دور الجهاز. دور الجهاز هو ليه دورين مهمين جدا. الدور الاولاني هو إيجاد خلينا نقول بيئة تشريعية وتنظيمية لهذا القطاع الواعد اللي يمثل تقريبا أكثر من 90% من تعداد القطاع الخاص. والقطاع الخاص زي ما حضرتك عارف أستاذ المشاهدين هو له دور أساسي في تحقيق رؤية مصر 2030، إذا كان من النواحي الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية خلينا نقول لحضرتك. فإحنا لما بنتكلم كده بيئة تشريعية تنظيمية لهذا القطاع الواعد، ومن ثم استطاع جهاز تنمية المشروعات مع شركاء التنمية اللي هم أكثر من حوالي 25 جهة حكومية ومنظمات مجتمع مدني خلينا نتكلم، ان هم قدروا ان هم قدرنا نصل الى قانون لتنمية هذا القطاع الواعد. قانون في 9 ابواب ل 109 مادة، معظمها حوافز، خلينا نحط تحت حوافز كذا خط، حوافز مالية
وحوافز، خلينا نقول حوافز ضريبيه وحوافز غير ضريبيه تشجع هذا القطاع على البدء بشكل رسمي، خلينا نقول برضو رسمي، مهم جدا، لان فخامه الرئيس في اخر مؤتمر اشار الى شرعنه المشروعات، خلينا نستخدم الوردنج اللي استخدمه اللي تم استخدامها، وهي رسمين رسمله المشروعات، او الاقتصاد يتحول من قطاع غير رسمي الى رسمي، مش بطريقه الجبايه انما بطريقه التحفيز، لان هيقدر ان هو يحصل على حوافز كثيره وانس ان هو يبتدي بشكل رسمي. عشان يبتدي رسمي زي ما حكم اشرته، فلازم نوفر له الوسائل اللي تخليه يبتدي رسمي. ازاي؟ ان احنا نيسر له عمليه الترخيص، نيسر له تاسيس المنشاه بتاعته، نيسر له كل الامكانيات اللي تخليه ان هو يبقى رسمي، كوقت، كتكلفه ترخيص او تاسيس، كبداية مشروع بشكل رسمي، والحصول على الحوافز الكثيرة اللي يمكن لو عند حضراتكم وقت نبتدي ان احنا نوضحها ايه الحوافز دي. على الصعيد الاخر، جهاز تنمية المشروعات ليه دور تنفيذي، تنفيذي في اطار اتاحة خدمات مالية وخدمات غير مالية. مالية زي ما حضراتكم عارفين القطاع المصرفي بيلعب دور كبير قوي فيها، زي جهاز تنمية المشروعات في آلية الاقراض المباشر والجمعيات الاهلية اللي بتتعامل مع اعطاء تمويلات لقطاع متناهي الصغر، خلينا نتكلم. انما لينا ميزه تنافسيه اخرى كجهاز تنميه المشروعات، هي اعطاء الخدمات غير الماليه. الخدمات غير الماليه يمكن احنا بنتبع فكره دوره حياه المشروع، كل مرحله من المشروع لها خدمات غير ماليه تتناسب مع طبيعتها. بمعنى ان جهاز تنميه المشروعات ما يطلق عليه سابقا صندوق الاجتماعي للتنميه، كان في السابق منذ حوالي 6-7 سنوات كان لازم العميل او المستفيد او الشاب او الشابه تجيله بدراسه جدوى عشان تعمل صحيح. مشروع صح. ما اصبحش هذا الوضع الحالي. هو حاليا احنا جهاز تنميه المشروعات بشبكه التعاون مع الشركاء كجامعات وكمراكز شباب وما شابه ذلك، بنبتدي نزود الوعي بثقافه فكر العمل الحر ورياده الاعمال. طيب دكتور رافض، مهمة جدا. طبعا مهمه وانس جدا ان الولد الشاب او الشابه او الخريج او الشاب. طيب انا كنت عايزه يعني اتوقف مع حضرتك او اركز اكتر بعد اذن حضرتك على قطاع الصعيد وفكره التنميه هناك. لما بنتكلم على المشروعات متوسطه صغيره ومتناهيه الصغر، ازاي الدوله بتقدر في ظل الدعم ده، وزي ما حضرتك اشرت دلوقتي حالا انه ما بقيناش حتى ما بقاش في تعنت زي ما كان زمان ممكن يعني تؤخذ ان هي تعنت، ان انا اقول للشاب او الشابه لا اعمل لي دراسه جدوى وتعالى لي، لا دلوقتي بقت الدنيا مختلفه والتسهيلات بقت اكتر بكتير من الاول. السؤال بقى ازاي الدوله المصريه بتقدر في ظل الظروف والمعطيات دي كلها انها تنظم العدد اللي عندي من المشروعات الخدميه الصناعيه التجاريه، يبقى في تنوع عندي، حتى لو جالي افكار كتيره قوي لكن في قطاع واحد لا اوزع وانصح الناس ان هم يطلعوا لمناطق اخرى، ويبقى في تفكير خارج الصندوق. عمليه التنسيق دي بقى مهمه جدا في تنميه الصعيد والمنظومه الكبيره اللي احنا شايفينها دلوقتي يا دكتور، ازاي بتحصل على الارض؟ طيب انا خليني اقول لحضرتك في تعاون وثيق وكويس قوي ان حضرتك اشرت له، اللي هي زي ما بنتكلم بنبتدي بالفرص الاستثماريه، وزي ما حضرتك يمكن اشرتي المقومات الاقتصاديه لكل محافظه مختلفه عن المحافظه الاخرى، في هناك سمات اقتصاديه واجتماعيه لبعض المحافظات اللي نقول عليها فيها مقومات، احنا بنقولها في عرفنا احنا، هي مقومات اقتصاديه لكل محافظه، ايدي عامله، موارد طبيعيه، خبرات سابقه وما شابه ذلك، بتتاح في المحافظه دي بتختلف عن المحافظه دي. ازاي نستخدم استخدام امثل لهذه الفرص الاستثماريه في صالح المشروعات وفي صالح الاقتصاد؟ هو ده اللي احنا بنعمله. عايز اقول لحضرتك مهم جدا، مهم قوي ان انا ارجع للنقطه اللي احنا كنا بنقول عليها وهي دي بتخدم فيها، هي فكره ان احنا دايما بنرشد، هناك بعض الشباب اللي بيجوا بفكره ونقول الفكره دي الفيزابيليتي او جدواها، مش الفيزابيليتي الاقتصاديه انما جدواها كمان الماركتنج التسويقيه، يعني احنا مش عايزين نعمل نخليه يبدا مشروع شاب وبعد كده يقف يفشل، احنا بنبريفنت الكلام ده بنوقفه. فمهم جدا ان احنا نستطلع احتياجات السوق، احتياجات العميل، احتياجات المستهلك، خلينا نقول بنبتدي ان احنا، عشان كده ده المهم قوي اللي احنا بنقوله كخدمات غير ماليه، احنا بنبتدي مع العميل خطوه بخطوه بناء على خبرات سابقه، بناء على الدروس المستفاده من فشل بعض المشروعات والاستفادة من نجاح المشروعات الأخرى. صحيح. هي دي اللي احنا بنحاول ان احنا نزرعها وننقلها للعملاء اللي بيتعاملوا مع جهاز تنمية المشروعات. لما تروحي حضرتك لأي مكتب إقليمي، احنا عندنا كجهاز تنمية المشروعات
في 27 محافظة عندنا 33 مكتب إقليمي. لما بيروح أي عميل لأي مكتب إقليمي بيبقى عنده حصيلة من الاستشارات اللي تقول المشروع ده هينجح دلوقتي ولا لا، ده مش وقته، في حصل تشبع لهذا المنتج في المحافظة. لو أنت بتستهدف أسواق أخرى ممكن، أو إنما لو بتستهدف الحيز الجغرافي اللي احنا فيه فحصل ساتيوريشن، فحصل تشبع، ما تشتغلش في الفكرة دي. أو العكس نبتدي نساعد العميل، وهي دي الفكرة أو العكس، إن احنا نديله أفكار جديدة أو نساعده إن هو يجد أفكار جديدة تتناسب مع طبيعة ومؤهلاته وقدراته والبيئة التنظيمية اللي موجودة أو البيئة الاستثمارية اللي هو بيتواجد فيها. طيب. مهم قوي اللي حضرتك بتشير عليه، وده يجي دور خدمات غير المالية في مكتبنا الإقليمي الموجود في المحافظات. طيب. المختلفة. لو طبقنا ده بشكل عملي يا دكتور رأفت، لو في أحد المواطنين أو أحد الشباب اللي بيسمعونا دلوقتي في محافظات الصعيد تحديدا، وسواء عنده فكرة مش مطورة أو يعني فكرة قابلة للتطوير، أو ما عندوش فكرة وعايز يعمل مشروع، يتوجه فين؟ يروح فين؟ إيه الإجراءات اللي لازم يعملها علشان يحصل على هذه الفكرة والدعم، سواء دعم غير نقدي أو حتى الدعم المالي والنقدي؟ جميل قوي. عنده حاجتين، يا إما هو أنت عارف حضرتك جهاز تنمية المشروعات زي ما كنا بنقول موجود في 27 محافظة عندنا 33 مكتب إقليمي لجهاز تنمية المشروعات، ومن لا يعرف مكان جهاز تنمية المشروعات يقدر يتصل بالخط الساخن 16733، هيعرف فين أقرب فرع ليه يقدر يتوجه له. المطلوب من أي شاب أو شابة يعمل حاجتين، أول حاجة إن هو لو يبقى عنده استعداد يبدأ مشروع، ما عندوش فكرة بيروح لجهاز تنمية المشروعات، جهاز تنمية المشروعات بيبتدي يدخله في دورة تدريبية لمدة يومين بيقدر من خلالها، ودورة تدريبية مجانية لمدة يومين يقدر من خلالها يبقى يلاقي المشروع المناسب لطبيعته. يعني بخش أنا وحضرتك وغيرنا نخش في الدورة التدريبية، يبقى أنا عندي فكرة غير حضرتك غير الزميل الثالث وغير الرابع، فالفكرة كلها في دورة تدريبية لمدة يومين 14 ساعة يقدر يطلع منه بفكرة مناسبة لي. طب أنا جايب يعني معلش يا دكتور رافت، حضرتك بتضمن ان الجهاز المشروعات ما يتحولش في النهاية تكون عمل. ما يتحولش في النهاية تكون الناس تعتقد ان هو وظيفة حكومية، فانا اروح للجهاز فهو يوفر لي فرصة، فانا ليه اتعب وما افكر، فانا اروح للجهاز هو اللي هيوفرها لي. فحضرتك بتقول ان الدورة التدريبية حضرتك بتديه دورة تدريبية، بس هو في المقابل هو لازم يجيب الفكرة من عنده. بيجي بالفكرة من عنده، أو لو ما عندوش فكرة ومش قادر يصيغ الفكرة، أو عنده ثلاث أفكار ومش قادر يرسى يختار منهم واحدة، بيخش معانا في الدورة دي، بتبتدي إن هي تبتدي تخليه تساعده. خلي بال حضرتك وده مهم جدا، زمان قوي في فترات سابقة كنا إحنا اللي بندي للعميل، ولازلنا على فكرة عندنا دراسات جدوى استرشادية يقدر أي شاب أو شابة يحصل عليها سواء من الويب سايت بتاعنا أو فيزيكالي لما يروح المكتب الإقليمي يحصل على هذه الدراسات الجدوى الاسترشادية. بس إحنا دايما بنقول لحضرتك لما بيجي لنا عميل بنحاول إن إحنا نخليه خطوة بخطوة عشان يبقى عنده إيمان كامل للفكرة اللي داخل عليها. معايا حضرتك إزاي؟ فهي الفكرة بيبقى عندنا عميل جاي لنا بثلاث أفكار، يحضر معانا الدورة التدريبية لمدة يومين، يطلع بفكرة هو شايف دي أنسب فكرة بعد ما حضر وعرف المميزات والعيوب، وتعرف الحاجات دي بتبقى مهمة قوي. بعد كده بيبقى بنساعده من خلال آليات أخرى أو دورة تانية لمدة خمس أيام، دي دورة تأهيلية. لو تلاحظوا حضراتكم فخامة رئيس الجمهورية في آخر لقاء وجه معالي وزير التجارة والصناعة لنقطتين مهمين جدا. قال يا جماعة التسهيلات والتيسيرات اللي احنا بنتكلم عليها في جمهورية مصر العربية لبدء مشروع بشكل رسمي، خلينا نقول رسمية. ثانيا اهتم جدا فخامته بانه اشار الى التدريب والتأهيل. صحيح. واهتم بحاجة ثالثة هي مهمة جدا، عملية المساعدة في التسويق. فمهم جدا في خلال دورة حياة المشروع نضمن العوامل دي، نضمن ان مشروع بدأ بشكل رسمي يقدر ان هو يشتغل في النور. وخلينا نقول تاني ونأكد تاني وتالت ورابع ان لما تشتغل في النور مش عشان تدفع ضرائب، عشان تشتغل في النور عشان تبقى ظاهر وتقدر تقدر تحصل. وانا بقول لحضرتك كلام مش نظري، القانون بيقول كده والجهات المختلفه بتقول كده، العديد من الحوافز الضريبيه وغير الضريبيه اللي تاهله ان هو يبدا وينمو وينافس ويصدر وما شابه ذلك. فهي دي الفكره اللي احنا بنين عليها قانون 152 لسنه 2020. والنقطة المهمة جدا المهمة يا دكتور جدا ان الجهاز بيتيح في الاطار دون اتفضل انه بيوفر في جانب هذا الجايدنس او هذا الوسيلة ادوات تمويلية
من خلال جهاز تنمية المشروعات تتناسب مع طبيعة هذا المشروع. أدوات تمويلية إقراض تقليدي زي اللي احنا بنقول عليه، أدوات تمويلية زي الفينشر كابيتال أو رأس المال المخاطر اللي هو بيتناسب مع مشروعات ريادة الأعمال الأفكار. بنتكلم على أدوات تمويلية، تمويل إسلامي بتتناسب برضو، بعض الناس لا تميل إلى الإقراض التقليدي إنما في أدوات تمويل إسلامية. واللي أقصده حضرتك إن عندنا فرايتس كتيرة وأنواع كثيرة من التمويلات اللي تتناسب مع طبيعة كل عميل وطبيعة كل فكرة. حضرتك قلت كلام في منتهى الأهمية دكتور، حضراتكم أشرتوا إليها، الصعيد. طب إحنا عملنا إيه في الصعيد الفترة اللي فاتت؟ اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل. خلينا نقول لحضرتك حاجة كويسة قوي، يمكن عشان نأكد اللي احنا بنقوله ده اترجم على أرض الواقع بإيه وعمل إيه جهاز تنمية المشروعات في الفترة اللي فاتت خلال السبع سنوات السابقة من 2014 حتى نهاية 2021. أولا خلينا نقول لحضرتك إن احنا تقريبا 44% من تمويلات جهاز تنمية المشروعات تواجدت أو تم ضخها في محافظات الصعيد من الجيزة إلى أسوان. خلينا اقول لك ده بترم، خلينا اقول بارقام بنقول ان احنا في خلال السبع سنوات السابقه ضخينا حوالي 16.5 مليار جنيه لتمويل تقريبا 839 الف مشروع متناهي وصغير في الصعيد فقط يا فندم. وفرت فرص عمل تصل الى حوالي مليون واحد من عشرة. ده في الصعيد بس؟ في الصعيد، أنا بتكلم على الصعيد. 16 مليار في 800 وحاجة ألف. على الصعيد من الجيزة حتى أسوان. في الصعيد فقط. الجيزة وسميهم لحضرتك، خلينا نقول كده، جيزة، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسوان، قنا، الأقصر، أسيوط، سوهاج. اللي أقصده أن أنت حضرتك وصلتي في محافظات الصعيد ضخيتي هذا المبلغ. بجانب ده بقى حضرتك، خلينا نقول بقى جانب الكلام ده، طب نوعية المشروعات اللي احنا مولناها في الحتة دي، هنلاقي مشروعات صناعية، هنلاقي نسبة مش كبيرة إنما نسبة معقولة جدا من المشروعات الصناعية، بنقول مشروعات تجارية، بنقول مشروعات إنتاج حيواني، بنقول قروض. وكانت ميزة قوي قوي لاحظناها لينا كجهاز تنمية المشروعات إن تقريبا 38% من حجم القروض اللي تم ضخها في محافظات الصعيد كانت لمشروعات جديدة. مهم قوي ان انا يعني اقول لحضراتكم جديده خالص. معناها فتح باب رزق جديد. جديده بمعناها مشروع جديد، شاب جديد بدا مشروع، سيده في بيتها بدات مشروع، او عملت محل، او عملت يعني بزنس شغل. جميل بقى في الموضوع ده، يمكن كانت برضو ملفتة لينا للنظر شوية، إنما هي مستهدفة، خلينا نقول هي المشروعات اللي بتحوزها أو خلينا نقول بتملكها أو بتديرها المرأة في محافظات الصعيد. خلينا أقول لحضرتك النسبة رائعة، 52% من المشروعات اللي بتدار أو تملكها المرأة في محافظات الصعيد وتم تمويلها من جهاز تنمية المشروعات 52% هي سيدات. النسبة دي هايلة يا دكتور رأفت، الرؤية النسبة دي هايلة، المرأة المعيلة. وخلينا أقول لحضرتك والنسبة دي بتؤكد يعني أو ليها دلالات كتيرة قوي، يعني من أهمها فكرة تمكين المرأة وفي الصعيد كمان إحنا بنحطم مفاهيم قديمة كتيرة قوي. ما انا بقول لحضرتك لما تتكلمي تقولي 52 يا فندم في المية، وخلينا اقولها لك يعني ده مش تحيز حقيقي بس هو ده مظبوط. يعني دايما نبص الاثر بتاع اعطاء قرض او اعطاء خدمه لسيده او صاحبه مشروع او بتدير مشروع مراه واثرها على الاسره مقارنه بمالك مشروع او يدير مشروع رجل، هنلاقي الاثر ايجابي جدا على الاسره. الريع بيظهر على الاسره بشكل اوفر واكثر واصلح على تربيه الولاد، على مستوى تعليمهم، على الحياة المعيشية بتاعتهم بتبقى أحسن وهكذا. مش تحيز بس ده واقع، خلينا نقول. وعلى فكرة ده واقع مش في المجتمع المصري بس، واقع من معظم الدراسات اللي بتشير إليها المجلس القومي للمرأة واليو إن وومن أو برنامج الأمم المتحدة للمرأة وغيره من الدراسات اللي بتؤكد حينما تملك المرأة أو تدير المشروع بيبقى العائد بتاع المشروع صح. بيبقى مردوده على الأسرة أكتر صح. من إنه العكس يعني صح جدا. خلينا أقول لحضرتك ده اللي موجود عندنا يا فندم.
وده اللي جهاز تنميه المشروعات. جهاز تنميه المشروعات لا يقف فقط على عمليه التمويل زي ما بنقول لحضرتك، انما الاهم من التمويل والاهم من بدء مشروع هو استمراريته وتنافسيته. اهم من ان انا ابدا بزنس ان ازاي احافظ على استمراريته. صحيح. ونموه ده مهم، ده مهم. هل في متابعه من الجهاز يا دكتور رأفت؟ هل في متابعه من الجهاز لدوره حياه المشروع بدايه طبعا زي ما حضرتك ذكرت من بدايه الفكره وصولا للنتائج النهائيه والمستمره؟ بص بص حضرتك، خلينا نتفق مع بعض. احنا يمكن وده يمكن المؤشرات بتاعتنا دايما احنا بنتحاسب على فكره، كنا في فتره من الفترات كجهاز تنميه المشروعات بنتحاسب على الكم، عدد القروض قد ايه، عدد الناس اللي استفادت قد ايه، انما دلوقتي بندور على الكيف، اثر التمويل على المشروع، اثر زي ما كنا بنتكلم مع حضرتك دلوقتي، اثر التمويل، اثر الخدمات غير الماليه على بدء ونمو المشروع. المشروع ما كانش بيصدر بقى بيصدر، المشروع كان عنده 3 عماله بقى عنده 7 عماله، المشروع طب عدد العماله زاد، طب يا فرحتي، طب وبقى. لا انما اقول لك متوسط الدخل بتاع العماله زاد، بمعنى ان يوميته زادت من الى، فبقينا بندور مش بس على كم العمالة أو كم التوظيف، إنما الديسن جوب، فرصة العمل اللائقة. صحيح. جودة فرصة العمل اللي بنخلق. هي دي التجويد، وهو ده اللي احنا بنرمي عليه. فخامة رئيس الجمهورية برضو تاني، وهو ده الجايد اللي احنا دايما بنحاول ان احنا نسترشد بيه، لما أشار ان انا هبقى سعيد لو مستوى الدخل ارتفع من الى، مش عايز اشير الى الارقام طبعا، فخامته أشار الى الارقام. صحيح. انما احنا ده اللي احنا بنحاول نصل اليه في مجال المشروعات. هو عموما يا دكتور رأفت، المشروعات الصغيره والمتوسطه وازاي نصل الى فرصه عمل لائقه، اساس مهم من اسس التنميه الاقتصاديه والتنميه الاجتماعيه. وفي تجارب سواء في الصين او حتى في اوروبا مشابهه ل يعني نمو الاقتصاد من خلال المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. الدكتور رأفت عباس، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا، طبعا رئيس القطاع المركزي للخدمات غير الماليه بجهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذا الصباح. طبعا لست مندهشه بالمره ان دكتور رأفت عباس يشير ويؤكد انه وبالاحصائيات وبالارقام، يعني هي مش اراء شخصيه، 52% في الصعيد، في الصعيد مصر، النساء اللاتي ادرن مشروع مشروعات وكنا أصحاب مشروعات هي كان ليها يمكن النجاح الأكثر أو الأكبر، وده طبيعي جدا. المرأة لا بجد، المرأة المصرية لما المرأة عموما لما بتلاقي الدعم الحقيقي والتشجيع والتمكين، بس التمكين اللي بجد بقى، مش كلام وشعارات، حقيقي بتنطلق وبتبدع وبتضيف للمجتمع بشكل مختلف جدا. نتائج هذا التمكين، نتائج نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتوسطة الصغر للمرأة تحديدا، إن عوائده مش بس على المرأة، عوائده على الأسر. يعني المرأة لما توفر فلوس أو أنها تكسب فلوس أو تنجح مشروع، هي مش بتصرف بس على نفسها، هي بتصرف على الأسرة اللي هي بتعولها، خصوصا أو لا سيما لو كانت مرأة معيلة، مرأة منفصلة أو أرملة أو ما شابه. الحقيقة بالعكس يا منى، هذا الرقم يسعدني في الحقيقة، هو بيسعد المجتمع كله أن يكون السيدات على قدم المساواة مع الرجال في سوق العمل، في نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. طيب في كل سنة في تقريبا في نفس التوقيت ده اليومين دول، يعني بيبقى فيه كلام، وكلام مش بس يعني ليه علاقة بالمثقفين وما إلى ذلك، ولكن الحقيقة أنه مصر كلها بتستعد لاستقبال حدث هام جدا، بنتكلم عن معرض القاهرة الدولي للكتاب. خلينا نتكلم منه تحديدا، الهيئة المصرية للكتاب، الهيئة المصرية العامة للكتاب طبعا بتعمل على قدم وساق لافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، ودي هتكون دورته بإذن الله 53. رئيس الهيئة الدكتور هيثم الحاج، احنا بنتابع دايما كل سنة الحقيقة استعدادات الخاصة بالدورة المقبلة من المعرض اللي بتنطلق هذا العام في الفترة من 26 يناير وحتى 6 فبراير في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس. الحقيقة لما همام في بداية الحلقة النهاردة كان بيتكلم عن هذا المعرض وقال انه فيه اهتمام من الحقيقة يعني من الوطن العربي كله بهذا المعرض، دي فعلا مش مبالغة، لأنه الناس كتيرة جدا حتى بتكون موجودة في مصر بتحرص أن هي تكون موجودة في هذا المعرض. كل سنة بيبقى عادة فيه ضيف شرف، السنة دي اليونان هتكون ضيفة شرف مصر، والمفروض أنه أو المقرر أنه المعرض يشهد إن شاء الله عدد كبير من الأنشطة الثقافية والفنية، لكن طبعا الإجراءات الاحترازية للوقاية بإذن الله من فيروس كورونا أكيد هتكون يعني في أجندة المعرض.
المعرض بشكل مكثف جدا. صحيح. تفاصيل اكثر عن هذا المعرض ونعرف اكثر عن تحضيرات انطلاق هذه الدوره ينضم الينا هاتفيا الدكتور شوكت المصري عضو اللجنه العليا لمعرض القاهره الدولي للكتاب. دكتور شوكت صباح الخير، اهلا وسهلا بحضرتك في هذا الصباح. يعود مرة أخرى معرض الكتاب لإقامته في شهر يناير، كان السنة اللي فاتت بشكل استثنائي كان نظم في شهر مايو في ظل أزمة كورونا لسه مستمرة، لكن خلينا نبدأ مع حضرتك بدلالة اختيار اليونان وأيضا الكاتب الكبير الراحل يحيى حقي كضيف المعرض وشخصية المعرض هذا العام. وبداية كل سنة وحضرتك طيبين. حضرتك طيب. كل العالم بخير وسلام. وأول نقطة حابين نقولها إن هو طبعا ضيف الشرف اليونان، شعار المعرض أو محور المعرض الرئيسي هذا العام هو هوية مصر. هوية مصر، الثقافة وسؤال المستقبل. وشخصيات المعرض، الشخصية الرئيسية للمعرض هو الكاتب الكبير الأستاذ يحيى الحقي طبعا. وشخصية جديدة تم اختيار أو إقرار من اللجنة العليا برئاسة معالي الوزيرة والدكتور أسامة الحاج علي باختيار شخصية لمعرض الطفل، وهو هذا العام الكاتب الكبير الراحل الأستاذ عبد التواب يوسف. دي تفصيل بس يعني إضافية. دي نقطة. الاختيار دولة اليونان طبعا الدول أو كيف يجري اختيار ضيف الشرف، الدول بتتقدم أو بترسل عن طريق وزارة الخارجية عن طريق الثقافة إلى مصر من أجل كونها أو تمثيلها كضيف الشرف من خلال وفد رسمي، تأكيدا على العلاقات المتبادلة بين الدولتين. كما تشارك مصر ايضا في الدول العالم كضيف شرف في دورات كثيره وفي دول كثيره، يعني كان منها دوله افريقيه منذ ايام، لكن يعني تم الظروف اللي عندهم الصحيه تم الغاء الدوره، لكن هذا يدل على اولا العلاقات المتبادله بين اليونان وبين مصر. هذه العلاقات تمتد لاكثر من 100 عام او 150 عام طبعا. كان طبعا حضرتك عارف تاريخ السينما وتاريخ المسرح واليونانيين في مصر، ونحن نعد ملف مهم جدا واشتراك مع الاستاذ محمد الملحي الصحفي ومع مجموعه من الاستاذ خالد رؤوف طبعا على راس الامر والقنصل اليوناني بالقاهره وغيرهم على هذا الوجود الذي كان او هذه العلاقات الممتده بين القاهره وبين اليونان ثقافيا صحيح فنيا وابداعيا الى سنوات طويله، بالاضافه ايضا للعلاقات السياسيه وكان اخرها ترسيم الحدود والعلاقات الاقتصاديه. صحيح، هو في مزج حضاري، في مزيج حضاري بين اليونان ومصر على مدى العصور، مش فقط حتى على 100 و150 سنه فاتت طبعا، واكثر من كده لا من كتير. صحيح، بنتكلم في من ايام مكتبه اسكندريه القديمه. نعم، يعني بنتكلم في الاف يعني في الاف السنين. دي النقطه الرئيسيه. النقطه الثانيه في الاستعداد لدوره المعرض، احنا فقط تم تقليل عدد قاعات النشاط وده يمكن الجزء الخاص بالنشاط الثقافي الى 5 قاعات كبرى بدلا من القاعات الصغيره، وذلك من اجل الاجراءات الاحترازيه. وكمان استحدثنا السنه دي كشك اسمه كشك الفنون بدلا من كشك الموسيقى، كشك الفنون. هذا الكشك هيبقى موجود عليه عروض غنائيه وعروض شعريه وعروض يعني وغيره. كل هذه الانشطه بتعكس مباشره، وده اللجنه العليا يعني حاولت اقراره بتوجيهات معالي الوزيرة طبعا، ان هو يكون هذا النشاط مصداقا للمحور او اجابه على المحور، وهو هويه مصر، الثقافه وسؤال المستقبل. في نشاط السينما بحثنا عما يمثل هويه مصر، المشروعات في الاخراج وغيرها، في الكتابه طبعا الادب، العناصر التي شكلت هويه مصر، في التاريخ، في الاعلام، في حتى في التعليم، حتى في الرياضه بالمناسبه. ومعالي الوزيره ضمت اللجنه الكابتن محمد فضل كابتن النادي الاهلي طبعا. لان احنا كمان هنتكلم عن التعصب والاستثمار الرياضي والمستقبل الرياضه في مصر وغيرها في مختلف الالعاب مش كره القدم فقط. ده على مستوى اكثر من تفكير في اكثر من محور. الخمس قاعات هي القاعه الرئيسيه طبعا وقاعه ضيف الشرف والانشطه مش عايز اقول المعتاده لان احنا عاملينها باطر جديده اللي هي المكتبه الادبيه اللي هي ككاتب وكتاب وغيرها والمقهى الثقافي لمناقشه القضايا. عدد كبير من الكتاب بيشارك في المعرض السنه دي من الكتاب العرب كبير جدا، طبعا بنتكلم في اكثر من 1200 ناشر حتى الان. حتى يعني لو كان الرقم تقريبي ارجو ان يكون تقريبي لان لسه بعض شويه تفاصيل وبعض هل في اي كتاب من خارج المنطقه العربيه يا فندم متوقع؟ ان شاء الله عندنا كتاب من ايطاليا، عندنا كتاب من امريكا، عندنا كتاب من فرنسا. يعني عندنا عدد من الكتاب يعني مش هقول كبير
لكن اظن من الدول الاوروبيه في اكثر من 10 دول اوروبيه فقط لا غير، طبعا نظرا بعد موافقات ظروفهم والاوضاع عندهم والاجراءات المختلفه. نتمنى ان الدوره تكون دوره ناجحه مش بس على مستوى الانشطه الثقافيه ولكن على مستوى حتى حضور الناشرين والمبيعات وغيرها. لكن حضور الجمهور مضمون، يعني الجمهور اصلا بينتظر معرض القاهره للكتاب عشان يحضر. الجمهور مضمون وان شاء الله يكون في حاجات جديده ناس تشوفها حتى على مستوى حتى الاشياء اللوجستيه والمواصلات وغيرها، ان شاء الله يكون في تسهيلات يعني مش عايز اقول ممتازه لكن ان شاء الله بنحاول نعمل اعلى من الممتاز. طيب الدكتور شوكت المصري عضو اللجنه العليا لمعرض القاهره الدولي للكتاب، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا في هذا الصباح. والحقيقه من ان معرض القاهره الدولي للكتاب الجميع جميع المصريين وحتى بيجوا من بره يحضروا فعاليات هذا المعرض وينتظروا معرض القاهره للكتاب من السنه للسنه علشان يحضروا صحيح. الفعاليات ويشتروا الكتب المختلفه. ومن حسن الحظ ان معرض القاهره الدولي للكتاب يقام مرتين في خلال اقل من 9 شهور، اقيم في شهر مايو الماضي واقيم طبعا كانت دوره مؤجله واقيم ويقام في شهر يناير الحالي، وبالتالي هي مناسبه سعيده للغايه لكل المواطنين. مش عايز احصر الموضوع في المثقفين ولا الكتاب. انت عارف انه حتى كتير من المواطنين فعلا بيبقوا حريصين قوي ان هم يحضروا سواء الندوات او الحفلات توقيع الكتب. فدي كمان يعني مش بس فكرة انك تتمشى وتدخل من بوث لبوث او تشوف الاصدارات الجديدة وكده، لا يعني في حاجات كتيرة الحقيقة المواطنين كمان بيكونوا حريصين عليها. الحقيقة انه حالا دلوقتي واحنا بنستعد لانهاء الحلقة جالنا خبر مؤسف للغاية عن وفاة الأستاذ الكبير الصحفي الرياضي الكبير والإعلامي والكاتب الأستاذ إبراهيم حجازي إثر تأثره بفيروس كورونا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يرحم الأستاذ إبراهيم حجازي. الأستاذ إبراهيم حجازي طبعا كان كاتب صحفي كبير ومرموق وكان صاحب برنامج وله نشاط وباع كبير في الاعلام الرياضي والاعلام بشكل عام. يمكن انا شخصيا اشتغلت مع الاستاذ ابراهيم حجازي من 2011 وبعد 2011 في احدى القنوات المحليه الموجوده حاليا. كان اب لينا كلنا لكل اللي شغالين معاه في القناه، يعني كان ليه خبره كبيره وباع كبير في الصحافه، ايضا كان احد رجال القوات المسلحه اللي شاركوا في حروب مصر. رحم الله الأستاذ الكبير الصحفي الكبير إبراهيم حجازي، طبعا هو توفي إثر إصابته بفيروس كورونا. والحقيقة يا همام أنه يعني حتى دايما أستاذ إبراهيم لما كنا حتى بنتشرف بلقاء وجلسات معاه حتى على هامش مؤتمرات الشباب اللي كان بيبقى حريص في أغلب الوقت أنه هو يحضرها، ويعني كان بيبقى طول الوقت فاتح قلبه أنه هو يقعد معانا ويتكلم معانا. كان مؤمن جدا صحيح. بالشباب وده جزء من اللي كان يعني زي ما بقول انه كان بيقعد طول الوقت قاعد معانا وبيبادلنا الافكار وبنقعد نتكلم، عمره ما بخل على حد بمعلومه الحقيقه. وهو قام وقيمه كبيره جدا رحمه الله على الكاتب والاعلامي الاستاذ ابراهيم حجازي الذي توفاه الله منذ قليل. رحم الله الاستاذ ابراهيم حجازي وتغمده بواسع رحمته. طيب يعني للاسف حلقتنا خلصت بهذا الخبر المفجع والحزين. شكرا لك يا منى. بشكرك يا همام جزيل الشكر وبنشكر حضراتكم على طيب المتابعه. نتمنى لحضراتكم ان شاء الله يوم جميل ونلقاكم غدا باذن الله في تمام 8 صباحا في هذا الصباح على شاشه اكسترا نيوز. دمتم في امان الله.